فوزونينا ذا فولوري بلقب بملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2014 جعل منها أول أمريكية من أصل هندي تفوز بهذا اللقب رفيع المستوى في مسابقات الجمال. تتويج أفرز انتقادات لاذعة من بعض مستخدمي تويتر لدرجة وصلت إلى حد العنصرية مستنكرين فوز نينا بشدة. I think the person who won the Miss America pageant. تستحق نينا الفوز باللقب، فهي تمثل صفات تطمح إليها المرأة، وأقول للناس الذين يعانون من العنصرية إن هذا الوطن بني على تنوع الأعراق. موطننا بني على أسس الدستور الذي يحمي الحريات وإبداء الرأي، لكن يجب القبول بنينا من دون التعليقات السلبية حول جذورها، لأننا كلنا ننتمي إلى حضارة مختلفة. في العادة عندما تفوز فتاة أمريكية بمسابقة ملكة الجمال يسلط الإعلام الأمريكي ومواقع التواصل الاجتماعي الأضواء على جمالها، لكن الحالة مختلفة مع نينا، فهي أشعلت موقع تويتر بالتعليقات الساخنة حول أصلها الهندي. ليس من العدل التعليق بهذا الأسلوب غير المحترم، فعلى الأمريكيين أن يحترموها ويقدروها لأنها موهوبة وواحدة منا. وعلقت إحدى المغردات الأمريكيات عبر تويتر بالقول: لقد اختاروا مسلمة لتفوز بلقب ملكة جمال أمريكا، لابد أن ذلك أسعد الرئيس أوباما. ووصل الأمر بالبعض إلى اتهامها بالإرهاب بسبب لون بشرتها، إذ علقوا بالقول: هل هي ملكة جمال تنظيم القاعدة؟ هذه التعليقات العنصرية أحدثت ضجة إعلامية كبيرة تجلب للناس الانتباه إلى أن نينا ليست مسلمة وغير عربية، وإن كانت كذلك فما هو العيب في هذا الموضوع أو من يهمه هذا الأمر؟ لدينا الفرصة الآن بأن نعالج هذه المشكلة وأن نقدم التوعية اللازمة للناس. لكن دانيا حقي الأمريكية من أصول عربية والتي عملت مع أهم مشاهير هوليوود ومصممي الأزياء العالميين استنكرت بشدة ما تعرضت له نينا. ليست المرة الأولى التي تكون فيها ملكة جمال أمريكا محل جدل كبير، ففي العام 2010 تعرضت ريما فقيه اللبنانية الأصل إلى حملة وصفت بالعنصرية شديدة اللهجة بعد انتخابها ملكة جمال أمريكا، حتى وصلت بعض الاتهامات بأنها تنتمي إلى جماعات متشددة. إن مقاييس الجمال في أمريكا بدأت تتغير من صورة الفتاة بيضاء البشرة صاحبة العيون الزرقاء والشعر الأشقر إلى جمال مختلف كجمال ريما ونينا وثقافات أخرى تمثل الإمرأة الأمريكية التي يجب أن نفتخر بها. ما زال الأمريكيون يذكرون ريما بسبب التعليقات مثيرة الجدل التي تعرضت لها، كما هو الوضع الآن مع نينا التي ستصبح في الوقت القريب من أشهر ملكات الجمال في تاريخ أمريكا. نينا لم ترد حتى الآن على أي من هذه الانتقادات اللاذعة، ربما تتحاشى خوض معركة لابد أن تنتهي مع الوقت، فالأفضل أن تنتهي بسلام، وربما الوقت سيبين لهم أهمية مشاريعها فتتسلط الأضواء إلى إنتاجها بدل لونها وأصلها. ألان درغام لبرنامج اليوم، واشنطن.